وفي مشروع جاي بدعمه، معناته شنو؟ ما منظمات ناس تدعم معناته الحقن، بفبركوا معناته اليوم، معناته بفبركوا كل شيء، صور تتفبرك، عالم معناته الذكاء الاصطناعي بفبركوا لك الصورة، بفبركوا لك الفيديو، بفبركوا لك اي كل شيء، حتى نادم مات 1000 سنة بفبركوا لك، معناته بكتبوا لي اشياء كيف معناته كان بيشبه لياته، وبسوي لك قدامك بحج ذاتها. اليوم نحن في عالم وين الصراع وجودي، القزو ليس غزو فقط كان قبل معناته بالعسكر، اليوم قزو فكري، في ناس اليوم قاموا بدوروا في حريتهم وبدوروا بتخلصوا من الغرب بشكل عام، والغرب ما بيقدروا يخليهم يتخلصوا منهم اكيد، لازم يعطيهم عدو داخل عشان هم بدوا حرب تاني من جديد في داخل افريقيا، ويتدخل فيها الغرب لحلها عشان يتمكن للوجود، والمعناته مسكنا اخر نحن قاعدين فيها، نحن هنموت ده اكيد، اذا هم لقوا معناتها خطتهم نجحت، اذا خطتهم نجحت نحن اغلبيتنا هنموت، لان شنو؟ نحن المستهدفين، وانتو ناس هاجي لكم معناتها انا كلام المليار ما مليار الذهبي ده ما كلام كذب ترى، ما كلام كذب، الكلام ده بحج فيه ناس كتير صينيين، بحج فيه روسيين، ناس معناتها كله بيشكوا منا قاعدين، ده ما كلام كذب، هما عندهم نية ينقصوا البشرية. ده كان في أي في كان ما كان ما كان معناته الأرض لازم يبدو فيها، واللازم اللي يبدو فيها أفريقيا، والأفريقيا لازم يبدو كان مكان استراتيجي، لأنه لازم هم حتى يتمكنوا على الأرض عسكريا وسياسيا، عسكريا وسياسيا لازم يتمكنوا على الأرض عشان يقدروا يفسدوها أكثر، وده قبل ما يكون عشان ما يمكنهم يجي في الأرض لازم يقنعوا حرب، لازم يصنع معناتها حرب موت قتل ناس دماء، عشان بقول لك لا نحن جينا لحل لحل مشاكل الدماء، وهم الهرمونيوم بيجوا تزيد النار معناتها تزاد طين بلة وتصب على بنزين على النار، يا ناس يكيدوا لكم كيدا ولا تعلمون، يكيدوا لكم كيدا ولا تعلمون، فانتبهوا يا ناس بدوروا بقسموكم، والضحايا انتو كقبيلة هم بسوها جيو استراتيجية وسياسية، وعشان تخلوك انتو وجروك الى مواضيع تخليكم تتدخل عاطفية، بقتل واد عمك واد خالتك واد اختك لكن هو سوداني ما قادر انت تسوي معناته شيء، ايديك مكتوفة، الا الحل الوحيد انت تاخذ حربتك ولا تاخذ كلاشن كوب وكتو مش تدعم ده، هم ذاتها اصلا دايرنا عشان معناته شنو؟ دي السودان، كما اليوم نقولوا دولة فاشلة غادي بقتلوك، وعشان دخلوا معناته إذا دخلت السوداني عشان بعطي الحق للآخر من الجهة الأخرى في جهاد ضد الموضوع ده، يعني من السودان تتداخل ليك في شات، يعني تبدأ جا صنعت ليك حرب في الحدود بين القبائل المشتركة في الحدود، ولعت النار ده أصلا دايرنا، إذا انشغلنا نحن بكده حتش الحرب في الجنوب مع ريبوبليك سنتر افريكان، اليوم ذاته بحجوا ليك فيه قال لك اركان تواصل، قال لك نادم بدعم في قتل التشادين، كتب الكلام ده كله مفبرك، بدوروا بصنع حرب ذاته في لفرون دي سود افيك ريبوبليك سنتر افريكان، غادي يدوروا بصنع عليك حرب، ولكن قبل عشان ما يقدروا يسووها دي، لان شنو بي ان بي استابل كيف ما يقولوا معنا تبادل البلد، يعني حاليا يقولوا امن يعني ماشي في الطريق الامان، اخير من السودان اغلى حاجه، لازم بصنع الحرب قبل في السودان، بعد ذاك يتخلصوا من ريبوبليك سنتر افريكان، لان روسيا غادي هم هدفهم طرد روسيا من افريقيا، ما قادرين بيربحوها في اوكرانيا لازم بيربحوها في افريقيا، والحرب دي قلنا لكم لازم الابر هي في حل الارض ده، ورونا جيس هنا اليوم انا تشات العسكر معناته كسبوا وقربوا عسكر فرنسيس دول، وروا لنا شفنا ان الفرنسيس عسكريا بيتحركوا شمالا جنوبا غربا وين مبرود في اي مكان، والتشادين ما قاعد برضه حاليا، الشيء ده شيء الكلام معناته لازم انتوا تحجوا فيه وتدعموه، لكن للاسف الشديد انتوا ولاد امتشوكوا دول تجوا تحجوا في الكلام الصغير تعايروا في بعضكم دول في الوقت كله، الكاميرونيين بحجوا معناته اليوم هم معناته قادة الفكر الافريقي اليوم المقدم، في منهم المعفنين الفاسلين هم الكميل اللي بدور معناته شنو، حتى العرب برا من افريقيا عرفنا افريقيا نادم بيتكلم عربي ده ما دايرنا ولا حتى اسلام، ناس فرعونيين وفي معناتهم ناس مسلمين ومسيحيين زي سونكو وزي معناتها الاخرين،
ناس معناته يؤمنين بوجود الله، ما ناس فرعونيين. ونحن دورنا شنو يا ناس؟ بالمعيار بالحربة أي والدمق والدبو ده ذبح لنا حل؟ نو نو، لازم إذا معناته شفت معناته قال الناس ني قرآن بتبروا من الناس، لكن الناس شفت ما حاجة دول ما يمثلوا القرآن. بالك ان احنا العرب اذا تبرى من النادم دولة محتاجين فخر، عشان نادم اذا تقرب لنا فخرنا اصلا، اذا نادم بحس بالفخر ذاته اذا تقرب لنا. انا ما بحس بتعير من اي شخص، لكن انا بقول لكم ما توتروا وقتكم وتعايروا في الناس، ما توتروا، ما بفيد ولا بفيدكم ولا في الدنيا ولا الاخره، ولا اذا عايركم بوقت عمره معضان، اذا جرف عيد وقت بدك ورونتي يا اولاد يا تو. لكن كلام هنا الناس هذا معناته تش النار في السوشيال ميديا، ما تخربوا سمعات ابهاتكم وامهاتكم. اذا عنده كلام مفيد نهار تطلع في السوشيال ميديا قولوا للناس، كما ذاك ما تعيروا الناس، ما تعيروا، تقعدوا غادي تعيروا في الناس، تفضوا وجودكم ده ولا مفيد لكم في لا في الدنيا حاجه ولا في الاخره حاجه. وانتوا تقولوا نحن المستقبل ونحن الشباب ونحن ما اعرف شنو، ما هذا الشباب النايم ده اليوم معناته في الروبوتيك. مالي اول دولة في افريقيا تتقدم تمشي قاعدة، وانتو قاعدين تشيلوا انتو ذات بقوتوا الربط هنا تيك توك، ما عندك وقت الا 24 ساعة فوق تيك توك بس قاعدين. حتى اللايفات انا اللي بسوي فيهم اخيرا بقوا ان يعني شنو من هم اغلبيتهم اللي بيدفعونا من اللي تغششونه، بس نمرق نطلع لايف، ما تقدروا تحطوا يوم رجوله، ما عندكم تحطوا يوم واحد تقعدوا في موضوع تحجوا فوقه كليرمون. جايين تحايروا مره، كل مره تعايروا واحد الاخر، ماله كل اللي بروبليم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما معك ابو نصور؟ الحمد لله، كيف حالك؟ كويس تمام الحمد لله، الله يسلمك، الله يبارك. تفضل. ايه وي وي، شنو الكلام اللي قاعد يجري في تيك توك ده؟ ما تيك توك قاعد بس بقى مثل النار هنا كده. والله انا كل هسه سددت الناس دخل، انا ذاتي داير اسالك يعني ما المصايب الحاصله شنو؟ الناس كلنا كي زي ما هسه انت قلت يا جماعه، شغل كنا نمشي قدام كي زي الدول مالي زي الدول، كيف نتطور يا جماعة؟ نقود يقول لك قبلية وفلان عيروا ويعيروا قبلتي وكده، مالا مالا نسوي كيف ناس كيف يعني على الحلال شنو هسه كده؟ انا والله ترعيت لو نقول لكم حل، ترى 20,000 مره نجي معاكم، والله شوف ذات في الله يا حقنا نجي معاكم نحجي معاكم نطرع فيكم الحل بنصوت قمكم كانت تنصوا تمشي تنشغلوا بموضوع اي موضوع اخر تافه، هنا نقدم لكم حلول. ولو معناتها ده ان احنا معناتها شنو شوال المفتوح ما فيها ما ينتهي، ما بير هنا افكار، حتى ان احنا ذات بشر محدودين نقدم فكر يدفون برنيبا نحجي معاكم كأن كلام فايتك. La sensibilisation, c'est de se profiter de conversations qu'on fait avec les gens sur TikTok. C'est profiter de ça. معناتها شنو؟ نزل الشيء المفيد كلام. شفت أنا مشي سويت لايف مريكت، حجيت مع الناس دول، قالوا شنو مفيد؟ بلا معناتها نيون 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 قلنا مع بعض، قالوا شنو مفيد المجتمع ده بيستفيد منه. نزل فرلي معناتها كات، نزل المجال معناتها حط للناس. نحجي نصرخ معاكم كي اكثر من سنه شيء ما فاد، واليوم الناس بيجوا قاعدين يعايروا لنا في الناس، وانتم خاصه عندكم 40 50 سنه قال لك بلاش نيش بلاش روش نيش، ناس بلا مستوى جايبين اللي حاطين لهم مستوى ارقام كيف بس، وما فايدنا في المجتمع شيء يا ناس، ما لدى والله يعني تجيبوا لنا جلطه والله. والله الشيء اللي نقوله، الشيء اللي نقوله انتم دول نحن كلنا، انا اللي دور نحاول الشيء معناته اللي سووه مع الناس اللي شفته فيه مفيد يعني بنزل بقطع بنزل للناس، سووه انتم كلكم ده بس سنسيبيليزاسيون، اوتيليزي لي موايان كو فوز افي. اكزاكتلي. الناس دول اليوم ترى قاعدين غادي ولا زغاب دول، واحد حاط رجله فوق رجله ها بحكوا فجعاتهم قاعدين معناته شنو مخلص لهم بلوبر، انا معناته ما بنتهي مالهم من 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 ابهاتهم الصرقود ما بنتهي، وبعيروا في الناس حاسدين معناته شنو الوحده ما بين القبائل الاخرى ما بين الناس. والكلام ده في الناس اللي عقولهم الصغيره ها بركبوا فوق نار،
وبزودي زيت ها، وبسوه هو اللي بوك بعايره في الناس وبهات الناس غبايل الناس بنات الناس تنتش نار. بعدين انت عارفه اليوم، والله عارف دول اليوم اسلحه سوشيال ميديا دول، اذا انتشت نار هنا بتطلع برا وانت تعرف تشادين ده. اكزاكتلي هم اصل الناس اللي بدوروا فيه فرنسا دوروا، معناتها ان احنا نتكاتل مع بعض نتداقشوا مع بعض. اكزاكتلي ده الناس ما بفهمه والله، يا ريت كان الناس كلها بفهمه زي ده والله. انا شفته جناريف با كومبراندر، الناس كلهم كي يعني تجي هسه في اللايف ده الشغل ده كفوم ريال ولا انس المخابرات التشاديه مال الفرنسيه قال بيسوق عشان بده الشباب دول ده يضيعونا ولا والله. وانا بارلي انا هسه جاي من لايف، انا اللايف ده اللي روكي هسه وقع فوقك انت، انت الوحيد اللي قاعد تكلم في شغل وايد شيء ده اللي انا اللي ندور نسمع. وبكان اخر دخل كان تشيل بعيروك انت جنجويد، لا لا انت كده انت كده، وفجر وعشية بغطوا في الجرائم على النظام. انا هم القبليه دي قتلتنا يا جماعه، وسيرتو في تشاد يا جماعه نسوا كيف. انا هسه قبل حجينا في ريفي بان افريكان الدكتور علاء جيت لا نهجو كيف في موضوع كويس، الوطن كله بقت في التيك توك وبيكفوا فوقهم، وكان انت مجرد فكيت خشمك ده انت بيصنفوك انت عربي وانت جاي من كي ولغتك دي المفروض ما تقع، وعندنا استعمار فرنسي استعمار عربي وكده ما عنده علاقه بالموضوع ذاته. يعني موضوع انا جد علمي نشربه ناكله، والرئيس ده كيف قاعد مسيطر والناس ده كله ما قاعد بيسالهم شيء، خلينا النضال الداخلي بدينا نتهربوا. الا انت جنجويت انا من الله خلقاني السودان ما شفته، من دخلت مكان وايد مشيت قالت انت رايك سياسيا تي دونتون بوينت دي في بوليتيك، ناس بيقولوا لك انت جنجويت، كيف جنجويت ما يقدروا يغيروك يمشوا يخلوك. وكان قلت انت انا وكيف انا كيان حقي ما نقدر نودرها، وقبيله هناك انت ما تقدر زول ما تقدر، لكن ناس دخلونا في بيج وانا تنزين تنبي تنزين بيج كون عارف جميع سانسور دير بس كي الريجيم ما عمتك كده والله 30 سنه غالي 60 سنه قدام بقعد، لان انينا التمس بصيرتنا لمجرد داير تقدر تحرر بلدك بصنفوك وبشنعوك وبروجي حقك ما يمشي. يعني انت قدرت تسنسبيليزي تقدر توعي الناس الاخرين اهلك وغير اهلك وكلنا تشاهدين ده ما في، انت جد دخلت اللي جنجويد وانت توروبورو وخلاص يلا قتال وشي ما في في التراث، الراجل بدور بسيط والله انا ما نعرف فازي. لا سبحان الله والله فريمون سي بينيز، سي فريمون بينيز. انا خاصة معناتها الشيء اللي بوجعني منكم انتم الشباب، اللي الناس عندكم يعني مشهد كثير دول ما قادرين انت تسيطروا على الوضع. او اليوم والله مشيت ما شاء الله مريكا عند كاميرونيين كانوا بحاجة معناتها شنو بور لي شانجمون دو لافريك، وهم خاسين كما تعرفوا يعني انتوا انتلكتوال، ما هم اللي قايدين المعركة يعني في الساحة. والله يعني استقبلوني باحترام، خلوني حجيت ما قالوا لي شيء، وحجيت في مواضيع حتى تخص الكاميرون وبشكل عام ما قالوا لي شيء واحترموني، حجيت ونزلت مشيت كل شيء كل شيء سبع. تجي عند تشادين ما في بي، معناته شنو؟ ما بين العرب ذاتهم، العرب ذاتهم مش عندهم ولا بتعاركوا زيتهم ما بيناتهم، وانا كان دخلت القارب عارك ما بيناتهم، زارا ذاتهم متعاندوا ما بين معناتهم. الصاير شنو؟ مالنا نحن جاري شنو يا ناس؟ مالنا ما نقدر يعني شنو زي الناس نقدر راسنا فوق ونرفعه شويه؟ مالنا يقول انتوا السبب اللي تقاتلوا فوق ده، ترى الارض هي لكم والخير هناكم. ها؟ انتوا اسالوا نفوسكم، الشيء اللي بدعركم انه ما تقدروا معناتها اليوم تتقدموا شنو؟ قولوا معناتها اسالوا نفوسكم، مالنا نحن فقرين نمشي نداوى في مصر ولا نمشي نداوى في تونس ولا في الجزائر ولا ما اعرف وين؟ ولا في فرنسا احسن مكان يحسب نفسهم يتداووا فيها. اسالوا نفسكم اسئله زي دي، ما تقولوا معناتها اقتل يا تو، ابوك يا تو، امك يا تو، لونك شنو؟ دي حياه شنو دي؟ سبحان دي الله حياه مفيده في الدنيا ولا في الاخره دي؟ والله ولا الدنيا ولا اخره والله العظيم انا ندمت اليوم ده سبحان الله والله. شفت الشاديين ده يا جماعه نسوا كيف ولا قضايا الالمي، يعني المي ندور نشربه ابش ما عنده المي انجمينا ما عنده محمد كذا للملوك سووا وراثه وبقتل في الناس في الجنوب وفي الشمال مواضيع قدر ده يا جماعه. زول كي بمرق بزعل ولا بيتكلم زي هناك ده ما في، انت تدخل تلقى اللي اي واحد بيقول لك انينا فلانين وانينا زروق وانت بمرق، والدفه دي شنو يا جماعه؟ انينا جيعانين دايرين ناكل يا راجل.
اسمع، خاصة المسلم اللي اذا مع المسلم اللي بيمشي بنحز وبن يعني بحس روحه مجروح من التيار ده، هو مسلم اصلا، مسلمه ما كامل، اكزاكتومون. اسلامه ما كامل لاندا. انما المسلم اسلامه كامل لازم يكون عنده ثبوت، اوكي، لازم عندك ثبوت. اول حاجة انت تعرف نفسك يا تو، ونحن في الدين، دين الله اللي قال لك ان سبقة الله سبقة ومن احسن الله سبقة، انا بآمن بالله ذاك. ها في ذاك ما في، وانت مش تحت الارض الدود بس بياكلك، في النهايه البقعه ده عظام بس، ده الشيء نحن نعرفه. فالمسلم لازم يكون له عنده ثبوت. فالناس للاسف الشديد اليوم احد السوشيال ميديا ده خرب كل شيء، ناس ما هم بيفهموا شيء بس بترجموا على ما دايرين هم، لا معناته عشان بشنو بيبرروا عن اخطائهم. نو، نحن الشباب نحن علينا مسؤوليه، اذا ما قدرنا، عارف ان الشيء ده ما بتغير ليوم ليومين، وفي ناس مسببين ليه، داعمين ليه، مال مخصصين ليه، هيك بقول اللي معناته شنو، كيان مكون كبير يكيد لك، معناته كيد، معناته كان كادلك كيد، ده موته من قبل زمان موجود، كان يعني شنو اللي بلان بي، اذا خسرنا هنا نتحرك هنا كيف، الله وزيهم سبحانه قاعد بيجري في الارض، قاعد بيجري في الارض. وعجل ما يخش الكلام ده، ما نقعد في كلام هذا الغبليه ووجع عروسنا. بدور بسألك سؤال، انه تفضل. يقول مرات انت عندك معلومات اكثر، قالوا لي معناته ان كونفوي دي ميليتير او ايتي ار اس تي، ها قالوا فرنسيين في الحدود السودانيه شاديه او ايتي ار اس تي، الكلام ده اكزاكتلي. صحيح ولا كذب؟ وي صحيح. انا ذات جبل سميتها جي ابري، يعني الناس دخلوا في الاراضي السودانيه ذاتها. الارمي فرانسيز اكومباني دي الارمي تشاديان دخلوا في اراضي هنا دارفور. ده دخلوا وفيديو كوليسيون تشاد وان، والناس الصحفيين وقاعدين جابوا صوروه ودخلوا. فعلا هم هسه حاليا ده مخططين لشيء تاني، دارين بيشغلونا قبليه يعني انتر دي كوميونيتي برينسيبال هنا تشاد والسودان ده، وبفتنونا هسه علينا ماشيين في جير سيفيل يا جماعه. وده سي بريباري سياما. والله يا اخوي الناس ده، وتشوفه بعينك، الناس ده هم سولنا بيش جينا وقعنا فوق. وهسه حاليا الكاتولون بيناتنا ننسوا الترانزيسيون، ننسوا كابادي، ننسوا المشاكل الداخليه، ننسوا الريفوليسيون حقنا، نبقوا زي مالي وخلاص. ندخل والله افسد الناس في الدنيا، اقسم بالله والله العظيم ماشيين تو دروا فير لا بيبو، تو دروا فير لا بيبو. معليش اخوي، شيء تاني، الكلام النام العسكري ده، الحجة فيه اللي هو الاول حجة ده، كان جاب كلام زغاوة ولا حجة شنو؟ حجة بكلام زغاوة، ها وقال شنو؟ هو بقول يعني حسب الناس، انا ما نعرف كلام زغاوة، لكن الناس هم اللي قام للارمي فرانسيس. تعرف انهم با دي كورديناسيون، يعني الارمي فرانسيس ذاتك هي عند ماشي عند الحكومة محمد كاكادو، عندهم خبر وماشيين بإيدهم للتروبورو هناك، بدخلوا في السودان وبيسووا حرب أهلية هناك، بيساعدوا الجانب الآخر، يداوسوا الناس الكوميونيتي العرب. خلاص الجنود الفرنسيين رسولهم فاتوا في الميسيون، وقعوا في نقطة تفتيش. أنا الناس جبل زولد بيكلم بكلام زغاوة ده، ما كلموه بأن الناس زوجوا وخليهم يمشوا، ده ما كلموه. خلاص الى اريتي ليزوفيسي فرنسي، وخلاص ان ادم لناس بقول لهم ناس، خلاص هم خلوهم ليبرب بعد ما هم اتصل كلم بكلام زغاوة، وخلاص خلوهم فاتوا. ما هم عسكر قاعدين كلهم معاهم، ارمي فرنسيس وعسكر قاعدين، وعليهم اشياء يعني عليهم في الليل بعد قريب المغرب ده شافوا انكريسيون، يعني دخلوا العسكر يعني الاشياء. خلوهم خلوهم هاي، لا حول وين، هم ما ماشيين ماشي الميسيون حقهم، خلوهم هم علينا، ولا عندنا دولة، وعلينا مال الفرنسيين ما في ايدينهم، ما ديبارتمان فرنسي يا جماعة، علينا ما عندنا دولة يا جماعة. وبالتالي بفتنونا من ده بيخبزونا قبليل، يعني والله سبحان الله، يعني تبدا بوين تكمل وين ما تعرف. المشكلة خلاص اتعمقت، ودايرين بيجيبوا في تراب هنادر وداي ده من الحدود التشادية السودانية ده، العرب ما الزغاوة وما ناس الآخرين العمباركين في الجردة بيدوسوا. بقى مشكلة بين القبلية، وأننا ننسى أي أمبيسيون حقنا وشانجمان في تشاد ما في. والله العظيم الناس بحكمونا زي فرنسا دورتها، نقود في ديكتاتورية زي ده، وهم بيسيطروا في الأمور الفرنسيين، وأننا بس الخسرانين. يعني قد تكون من أي كيان عربي غير عربي، أننا ما مستفيدين كتشادين، وأننا المطاميس الماشين في لهم زي العبيد، ماشين في نقو في البياج الكاتولن بيناتنا. في الأخير أنا ما نعرف الانتيري حقنا شنو،
غير الحقيت وما الله يكون عندك مشكلة وكيف. علينا المفروض نهجو اليوم في الترانزيسيون، اليوم ما لا سيكسي مصر ما بيجي في شات، اليوم ما انا ما عندنا ناس واعيين، اليوم البكالوريا قاعد بيسوي زول بيكلم في البكالوريا ما في، اليوم النيفو المستوى هنا انا الطلاب حقنا ده الصفر. علينا افضل ناس نبقوا اولادنا ده بقوا والله حيوانات، بس لان ما خلوهم قروا وماشيين ورا اخر الناس. الو مالي قاعد تتكلم بالروبو، تتكلم بالناس بمشوا الفضاء وبيجيبوا مويه بيجيبوا بيسو يا تودا بيسو الكتريسي حقهم. انينا ماشيين اللي ابيت انا فرنسا يا جماعه، وليه متى انينا ما ندوس وخليني ندوس مع فرنسا وخلي نتاخده يا جماعه، انينا زرقاء ولا عرب شنو يعني؟ انت اذا كنا زرقاء ولا بيض ولا حمر ولا غبش كلها في انت مش تحت العرض، ده شيء اكيد، واحد شيء وحيد 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 ده اكيد، ده واحد ان شاء الله تقول ملك ملوك الدنيا، يعني شيء واحد اكيد انه في النهايه انت مش تحت العرض، دود ياكلك في النهايه، شيء ده واحد اكيد، ترى ده واحد شيء الوحيد منك اكيد من ده، ما في انت زي ما اكيد منك انت ذاتك، والله ده الميت ده اكيد منك انت ذاتك، سي اوكي وي تشتي معروف ده، انت ما انا ما دخلني اليوم من دور معناته لكل الناس، لكن فرنسا انا بقول لكم يا شباب اذا انتم تدوروا مقارنة تدوروا نمرقوها فرنسا، فرنس ما تمرق بسلاح، فرنس ما تمرق بجير، فرنس تمرق بده، بالعلم اكزاكتومون انا بوقف لي بروفايل حقي انا تيك توك، انا فيسبوك شهر ما اقدر نمرق لايف، لان شنو نقول دي ميلي دي باس ميليسيان فرنسي، ما نقول باس ميليتير، لي باس ميليسيان، لي شانجمون دي ديكسيونير نا با اغريابل، لان شنو يفهم اكزاكتلي معنى شنو الموقعيه، يقول لك الناس دول ما في بي حقهم جو معناتها ما بيزننا، ها بالضبط وسكرتما اون لي كوني با اون لي كوني با، دونك اي سون دي باز ميليسيان، اكزاكتلي الفيديو ده كان مسح بصراحة. انت هات بدورك، انت ما قاعد تكلم دي ضد مصالح فرنسا يا راجل، هم ما هسه الناس زي ده وين هم اصلا، كان يقول لك بروسي في فرنسا ذاتها ما يخلوك يفتشوا لك انا ما داير بصراحة. فرنس، لا عارفه ما ما قاعد داير فرنسا فرنس، ما قاعد فرنس وما داير فرنس اصلا، قاعد جيت فيها اسبوع معناتها مليت منها ملل، كرهتها كره، والله اسبوع واحد في تكره، باريس كرهتها كره، والله تكرهها والله. الناس معناتها شايفين يقول لك اه جو سوي توجور لا تور ايفيل الحديد مصدي، شنو ده والله هو جمال التقدم، سي سا لا بروغري، اسكي سا سا لا بروغري، نو ده ما جامي بروغري، ما بروجري حديد بانينا بدم الناس، شنو والله حديد العظيم شنو ده يمثل شنو، والله يمثل معناته شنو تجمد الإنسانية، ما في ما شيء كله بقى حديد، لما الرياليتي خلوه للإسبري الناس ده كرهوهم ما في، وخلوهم لما تافيزيك معناته بقول لك لا فيلوسوفي ده لا بانافريتين كيف يسمى، بقول لك معناته لا تويري ده الإسبري ده لا ميتافيزيك، هنا معناته في الأوكسيدان ما في، ده ما اكزاكتلي معناته اكزامبل هنا بروجري، لازم نحن نشوفه، نحن ما لازم اكزاكتلي نشوف الشيء ده، لازم نحن نحط شيء اسمه معناته لا بي لا بريوريتي، لا بريوريتي سو كوا notre souveraineté. Pourquoi? اكزاكتلي Parce que c'est le fondement de la paix, du progrès, de la justice, de de la la démocratie et convivence, tout quoi. de Oui, c'est toute le la noyau. démocratie, de la loi, de tout. C'est la Oui. base de tout. Donc, c'est la souveraineté. Être moi, à décider pour moi, avec mes frères, pour nous, Exactement. par nous, pour nous. Il faut Exactement. appliquer cette loi-là, psychologiquement. il faut qu'on fait de la réparation psychologique. انتوا نهار تهجوا مع الشباب، سووا لهم كلام زي ده، حجوا لهم كلام زي ده يفيدوا. ميليتيري كان ليتير مر لكم، كان عيروكم كلها، كان مر لكم كلها، حطوا في مكان كنتوا معناتها لقيتوا حاجين معناتها فهمتوا شويه اقل حاجه فهمتوا شفتوا فهموا من الشيء ده. قول لهم والله اليوم كان احنا جمينا بيسهل، كان سووا هنا بريسيون بسيكولوجيك، ممكن يعني انتوا قاعدين في فرنسا ما تلقوا عمل، ممكن ينقصوا منكم من الاوبورتونيتي، لكن والله معناتها الاوبورتونيتي في سنة سنتين تلقوا بلدكم تتخلصوا معناتها شنو اوبورتونيتي يجيكم معناتها من ليكم كل الجنراسيون اللي جايه قدامكم ذاتها. اكزاكتلي ما هسه ان كلامك ده بيتي بو دي ساكريفيس، يعني اكزاكتلي شوية جوع بسترة تاخده، شوية سوى صيام بسترة. اكزاكتلي ما والله شيف الماليه انت لا ميم شو كي سي باس اس جينيراسيون انا جا الماليه ده انجمو القاعدين في فرنسا انجمو ليكو اوبورتونيتي فاتو بلدو الناس اللي يقول لهم يعني بخاطبوا في ناسيون زيني هناك بهجو سوفيرين ليكو السوفيرين تاعكم اه ما آه الدكتور معناته متر دي لا ديبلوماسي بان افريكان، ها والله سون اكسلانس دكتور عبد الله ديوب واي عبد الله كي ديوب اغري ما جي ابل، ها سيرجي ديوب اكزاكتومون والله الى دي اون ديماند لا ريتريت دي لا مينوسما سان ديلي ايميديتمان،
اكزاكتومون. الناس اللي ما يعرفوا يقول لك مينوزما شنو؟ مينوزما سي الاكرونيم دي لا ميسيون ملتي ميسيون ديمنسيونيل دي لا فوندياسيون ناسيون اوني افريك بور لا ديستابيليزاسيون دو مالي. لكن اكزاكتومون. هم دول ils ont contribué beaucoup à déstabiliser qui stabiliser les pays. Exactement, ils Le ont Mali demandé قال لك officiellement. allez خلاص Allez. هم مرقوا ده معناته خلاص اخر ميسيون عندهم غادي. لكن احنا شنو راكعين لياتو فرنسا بتحرقوا والله هنا بكربوهم هنا بخلوهم. والله العظيم. آه والله يعرف عينه من دكة كذا الله يسلي يسلى الله يجيبه معناته يحلنا من شات دي. لكن للاسف الشديد ده الشيء اللي فهمناه ده حتى في خلل في الجيش في القياده ذاته. لان الجيش ذاته ما عارف وما داير داير يقول لك لا لكن من فوق يقول لك لا اتبع الاوامر الى اكزاكتومون الجيراركي il faut respecter. الشيء ده اللي اكزاكتومون عرفناه يعني شنو الميليتير il faut maintenant je soutiens les militaires تشادين. ما هني المعركة ما تفهم انت كعكة ومعناتها الجيش 15000 اللي قالوا معناتها الدودو دول دولك بالضبط. كعكة وجنودا لجنت وي 20000 دول ممكن معناتها لجنت اه وي لجوفرمان ده لجنت لكريميناليتي اورجانيزي وي دول خلوهم. لكن في الاساس ده في كان وجود عسكر هنا كان جيش هنا كان ممكن في شباب دخلوا بالايديال ده وما زالهم معناته شنو عندهم ثقه فيه. في شباب اكزاكتومون مساكين في الفرون اللي هم قاعدين يموتوا كهرباء اكزاكتومون فرنسيين دول اكيد بباترياتيزم قال لي كيف فرنسيه تيجي تدخل هنا ها. اكزاكتومون اكزاكتومون لكن من فوق ده عطوا الاوردر قال لي الفول اسيا علي على باسكو ايام الي لا باترون خلوهم ده والله بس اكيد قلبوا قال زاد لي كاكا قال لك اه لاس لا عليه باسكو الي مان باترون. وي سي مون باترون سي سور سي بليس كو سا. هو ما بقدر بحجي ذاتها اليوم مثلا الكوميونيكاسيون انا ذاتها مع البريزيدون سو كوميونيكي بدور بانكوراجي الباشيلي الناس اللي دخلوا الباك اليوم ده دخلوا في جي بي تي في جي بي تي كوبي كولي ميساج تاعك عند انكوراجمون على اه الكوميونيكاسيون على maintenant البريزيدون. aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle les gens peuvent écrire de tout. Mais c'est pas possible, tu as besoin de compétences dans ce mal-là et analphabète missile de nadi minti communiquer ça que je vous encourage mes frères et fils bonne chance à vous tous d'agassi il est d'être le CVGPT da yani ani la education hakina de tant bikallmu foga il faut voir les burkinabé ya jama les maliens الناس اللي قاعدين ندوسوا ام بناتنا بس نقعدوا لكم سنه والله سيبنا سلاح ما نستفقوا. وين الثوره هسه اللي بيقولوا ثوار اللي هم قاعدين بقبائلهم قاعدين وين لي فاكت كي نو زامي دان سيت سيتياسيون بوركوا انهم با اشيفي لي ترافاي ايزون تي اي محمد مهدي قاعد يحجي كلامه كتير. سمعنا اللي معناتها عيال تشاد غناها عيال تشاد سمعنا الفيديو ما قدر حتى يكمله. والله الناس اللي بيقدروا بحج بحج بيقول لك كلام. انا كنت اقول لك انا يعني عندي جيش وعندي امكانيه وعندي قوه والله نتحرك ولا نسقط. Exactement. تو اكزيست ولا تو نكزيست با تو نو با با سون Exactement. ما اكزيستي بور بارلي il faut arrêter de parler il faut passer à l'action. انت كان سميتها والله الوجه يقتلك اون لي بوزي لا كيسيون بقولوا بعدين انت كره كان جيت تي تي بريزنتي اوز الكسيون قال اي ده كله الى ريكونيك. يعني انا مستغرب نزل بيجوا السلاح ده عشان يجوا يغيروا الملوك وهم هاي كره. مون فرير نو سوم دو لا صوص مون والله جينيراسيون دو العظيم لا صوص والله ده ماشي توجور العظيم نو سوم دو لا صوص. نادي بقول لك قال بساله قال بقول لي ازاي انا محمد كهكذا قال انا كان جيت غيرت شات ده نقعد طرف وبعدين نخلي الارميه ونجي نبريزنتي ان دي دروا ابو ما يبرونسي في الكلام ده. وقالوا قريب اكثر من 1000 معارضه قاعده في جنوب ليبيا ده اي واحد قاعد بقبيلته انتوا الفلانيين انتوا الفلانتانيين وقاعدين كاربين لهم سلاح انتوا تغيروا يا جماعه ونسوه كيف يا جماعه هسه الحاله اللي ما يريدها انتوا قلت تشيل لك سلاح وبعدين وما بتلم ماتش عادين الاخرين اس 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 الله يجيب العافية في تشاد دي. لكن الشيء اللي كان ماشيين فيه ده والله الناس يعني سون بان نم يعني يقول لك ريفي تشاديان دول الناس ما كان ريفي تشاديان دول يعني شنو سون ابين اللي زون كومونسي. يعني نحن المكان اللي قاعدين فيه تشاديان ده ما ريفي نحن ما زين قاعدين في سومي ما زين اكزاكتلي قاعدين راكدين في كوما ريفي ده قاعدين ايوه ممكن عندنا ده قاعدين معناته شنو قاعدين معناته شنو نمسح عيوننا من السومي حقنا قاعدين نشوف هيك بس والله ممكن والله ضيها انا الريفي ده الناس ما بيها سمع. بس والله للاسف الشديد الشيء ده انا قعدت سنتين ده الشيء فهمته ده ان التشاديين دول ما عندهم اي خبره ولا جيوسياسيه ولا جيوستراتيجيه ولا تاريخيه الا ناس قاعدين بس بعايروا. ده واحد معناته شنو زعلان على شنو قلتلوا له وجوده معناته شنو سواء انقلاب من هنا ده واحد سواء الربيل ده طعنه سكين شيء اكتر من ده ما في. والله يا ريان ده والله لان انا هشاك زي الغنم السرحات في وادي اكزاكتومون
ده ما لا فرنسا يقول لك انا اقول لك معناته تشاد هنا بروبتي هنا فرنسا، لانه هضرب اليوم معناته منهم. كان قلنا لكم باز ميليتير هنا فرنسا اوفيسيلمان، ده قالوا لكم دول تعرفون، لكن الاخرات ما تدرون لهم حتى وين، ما تدرون حتى وين، لان اصلا ما تعرفوا ارضه ذاته والله الخريطه، العظيم الانطوا لكم ذات الفرنسيس الانطوا لكم قطعوا لكم انطوا لكم اذا ما تعرفوها كله ما سيادها ما تعرفوا كم فيها، والفرنسيين يعرفوا من 8 من 1958 يعرفوا ان في بترول اللي بدو فوقكم اكزاكتومون سكواسا والله سكواسا، سيدني بورتو ونحن بعد معناتها كان طلعنا في توك توك الناس تو حاليا غيرت العالم والله. شوف معناتها شوف الكاميروني بعد يا ريجارد لي 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 ما نحكي معناتها شنو الدول، نحكي معناتها الدياسبورا، شوفوا جابكم ترى في فرنسا فرانكلين يا سيدة جابكم في فرنسا وشباب كثيرين ايفوريين والله والله مغيروا في المجتمع غادي في ناس في ارضهم في مشاركين فيه والله بتيك توك وبفيسبوك الاف الناس بتابع فيهم وكلام مفيد لكل الافريقيين، ونحن كان قام حاجه صارت في تشاد قامين معانا بكل النيه الصافيه البان افريكان، لكن والله شكلنا ذاك جينا المشاهير حقنا دول كلها بيتي كلامهم انا بيتي بيتي اي بوفر بوركوا اكزاكتومون سا والله نو مي سي با بوسيبل. انت والله انت هسه اللي انا قاعد فيه انا تي فا ريستي سيل هسه انا جي باركوري Et تو لي تريك. jusque Dieu est là, je ne suis pas seul, ne dis pas ça. نو مي لي بروبليم هيك انا هسه حاليا ندور كلنا كي نكونوا انت زي ده زي ده نجي نتفقوا يا جماعه المهير اوكي. خلينا المغيرة الله النبي المغيرة من بينات الناس وتجي تدمر أمس هسه السجن ده كله نسينا كبادي هسه حاليا ده إلي مالات إلي جابوا فرنسيني وبيتال ما ساكت دخلنا هنا اوه امشي قول معناته امشي وقوم لنا الدواء ده خليه قصوك خلي وقته جا وقته تم خلاص يمشي ما دايرين ماشي أنا أخدت ايه عسكر ما دايرين على الطريق دواء وشيت هنا معناته وبيتال عيال ساكت شات اي يوم بيموتوا قاعدين ما دايرين المال هنا يمشي يصرفوه بقى هسه والله، ما معناته زول كسروا المستشفى هنا في فرنسا ما يقدر يكون قول لكم مال انتم سرقتوه قاعد كسروا مستشفى هنا في فرنسا ده كسروا امشوا ليه قول لهم معناته بمال حقنا ما تداووا بيننا مال حقنا تشادين قاعدين بيموتوا كل يوم ما دايرين تساعدونا تمشي تساعدوا معناتها الارهابيين بور لي ديستابيليزي نوتر بيي اي فو مانا فو غريسي ان كريمينيل دي غير ها فو والله غريسي ان كريمينيل دي غير ما انتوا يا شادين ما تتجرأوا شويه قول لهم تري كلير او فرونسي كان وقفوكم معناتها السلاير حقكم ولا متى فوكس اكسبلوسي وين يودوكم ما يقدروا يسوقوا لا لو انترناسيونال اكزيست هم كسود هم الخسرانين ما يقدروا اكزاكتلي يسوقوا لكم الشيء كله اوزي اوزي افوار ان بيتي بو دي كوراج والله كنت اكزاكتلي قلت للفرنسيين كده والله هم حتى زوتو بقوموا معاك يقول لي اليا دي جان كي ال اون دي لا دينيتي ما يقول معناته دول اه هم بس قاعدين معناته يشوفوا يقول لك اه فرنسا بس مشاكل، فرنسا بس مشاكل انتوا لازم تقول لي بروبليم كلير وين لازم تعرفوا وين تتحركوا باستراتيجي قبل قالوا لك معناته الشانجمان بالسلاح نو يا شباب وي السلاح اليوم ما يجيب لكم الشانجمان لانه شوفوا اليوم لا غير هذا يا الروسي يا ها لوكسيدان وباروسي ده وانتو غير دي والله عارف حتى يعني غير يعني شنو كيف ستار تريك ما اعرف الفيلم ده كان شايفينه لا غير ولا ديز اتوال ها عالم النجوم حرب النجوم ممكن زي حرب النجوم العالم ده انتو اذا فكرتوا معناتها بحرب تغيروا في شيء في جاد اي وزيت كومبليتوم دي فو لان اكزاكتلي شفت يا كالكان كي دي يعني برودي لوي يعني سيفيل وايد اسمه سيفيل بقول لك ركبه في اللايف اه وين قاعد تي اوكي ما تعرفه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أهلا وسهلا بك أخوي. بخير آه والله لي سوجي تريز امبورطون ان فيت. انا جاي ميساج افير باسي كوا. وي Il y a quelque chose que les gens n'ont pas constaté, mais vraiment c'est triste, c'est dommage. Actuellement, le pouvoir clanique, le régime actuel, se sent menacé et donc ils ont constaté eux-mêmes quoi. Ils ont senti ça. Donc, gardini yahlo machakin, al machakin al fi Soudan, huma ambe anfusum gay hawri jubolen fi chat. Pas d'autres personnes. Mais c'est le gouvernement lui-même. هم اسمع ما يقدروا يجيبوا ولا يمشوا ولا يشيلوا ولا يجيبوا، ما دول عندهم سياسه قاعدين بيقول لهم سووا كي وسووا، انا اقول لك امتحان شوفوا ها اناليزي لي فيديو
فيديو ده النام ده عسكري ده قاعد زعلان، قاعد هو بعجب انا زعلان، ما عجب الكلام ده، اوكي انا ما فهمت لكن شايف انه زعلان. ها نار حجول الكلام ده ما عجب، اقول لكم الى ادوا اكسكوتي ليزوردر غصبوه، انا الناس دول اتخلاهم يعني، حتى ذكر ابوهم عيني عينك بس بحمروا فوقه، هم كهربوا ما قاعد فرنسي بس انت في عرضك عسكري بس بيجيك والبلدك بس بيقول لك واحد خلي العدو، والعدو ذاك بقعد بحمر فيك بقول لك ما اجي تعرف كومبران هذا الشيء لكن من الحجرة شنو؟ تعرف حجرته شنو الكلام ده؟ والله هو ها؟ قاعدين ما يفهم لك دو هاي ماجي كومبران مون فرير جي دو كومبران فوكر ان بي لا لانج لا خاو دونك تو لا سي بوكوا بيرسون لي دي جان دي دي فيان دي توريست سي والله سا سي سا دي جان كوم موا ايدوكي كي دي مالوريزمون فيان دي توريست كي فان ايتر كلاسيفي با دي توريست، لان شنو؟ ده حجر هنا عسكر مسل ده بس ترى الناس بنجره قدامك انت مستعبر، تعرف ترى انت ما غبي تو هاي تشادين تو لو كونيكي الا فرونسي تو سي بيان كي لي فرونسي ا كولونيزي تاتير تو سي بيان كي لي كولوني لي فرونسي ا دي باس ميليتير او تشاد مي تو نو فو با كي ايل سينجير دان لي فرونتير تشادو سوداني، انت كربت شفته ما عجبك تعال هنا بس يجي كلام من دولة من فوق يقول اه نو الي نوتر نوتر متر اه خليه يمشي، وداك بس بقعد بيجي هنا بيجي بتغشش من معناتها عجاج حقه وبحمر لك، مرات انت بس تشيله وتسوق ليه وتعطيه علمي وتاخذ مزاته اكزاكتومون ويلي مبريز لانسلت على الارمي ارمي من قاعد هي ارمي ارمي ما في واني نا دونك سي كي جي في دير ده سي ان بي سا كوا هما سانتي الخدر هما ذاتي كي فوالا il tend déjà vers la fin donc leur solution la seule et l'unique solution là de créer des conflits entre les peuples شعب انا تشات البريء والمظلوم ده en fait parmi les ethnies في تشاد يعني ils ne savent même pas majorité on peut dire même 80% des Tchadiens ده ما عندهم خبر في مشاكل الاول زمان حصلت تاريخ انا السودان ده ذاته ما يعرفوا اي شيء لكن في قبائل par اسمياتو par ظلم يعني ظلمهم خطوا فوقهم تهمهم باسماء سموا لهم اسماء والله سي فريمون سي ماليري كوا انت بتريك يعني ما عندك اي علاقه مع المجرمين بس يوم زول يقوم يمرك يا يقول لك انت منافق وانت مجرم وانت اهلك وانت tu n'as aucun lien de parenté avec les gens qui font des crimes ni شيء كي يلومك ما ما في لكن quand quelqu'un vient te traiter comme ça là والله au fond de ton cœur il ne sait pas لكن vraiment ça te fait mal quoi donc هما هسا ده بس هدفهم وجاي رسول الناس زي بابول دول يلا نسو بلاك بيبل ويلا نسو شغل ده ونقعد كونترنا سي لا هين ان فيت لو بي ني فا با افانسي كام انت تخدم في انتري بيرسونيل هناك ده بي ده ما افانسي والله ما خلينا نخدموا ده بي هنا لا تشات هنا نودوه قدام والله العظيم اب ذاته انا اب ذاته بقتلني يا جماعه تشات دي كيف الدول الدك ذاته كيف يا جماعه بالتن بالدور بيدخلونا في مشكله قبليه وإهانة كل يوم في فجر في السن انترناسيونال وميم بصير لسان ناسيونال تشاديا بريزيدان ساكت هنا أفريق ولا زول واحد يقوم يمشي بأجندة حقه يسوي بروجي دي ديفلوبمون ولا شغل كله ما في يعني شفنا ديكتاتوريات شفنا أكبر من ديكتاتوريات من حقهم ده لكن بخدموا لبلدهم أدمستراتيفي ما فرلان عندهم أشياء على المينيموم كاميرون عندها مشكلة ده هسه كاميرون دي عندها ديكتاتورية عندك 40 سنة لكن لهم القدرون الالم الناس بقروا عندهم يونيفرسيات ايزون لي مينيموم شيف انا اكزامبل مينيموم شيف اكزامبل انا امارات شيف اكزامبل انا اسرائيل لما تفوندي ده اسرائيل لما تفوندي وشيف امارات كل ما تفوندي سي دي بي فريمون نو نو اسبا ويت الفو هو با كام او كومباري لي تشاد لي اسرائيل لاسرائيل سي نا نيكزيست با سي وين ان الاسرائيل نكزيست با كوليزاتور بور تو لي مسلمان نو اكيد لي نو اريت سي ان بيي كولونيزي جوسكو اوجوردي اي سي ان اوبوزيسيون ils ont pas les vrais juifs ils sont venus avec les excuses ethniques mais ils sont pas ethniquement de cette lieu là ils sont des européens donc il faut comprendre les dynamiques pour décrire il faut pas comparer avec l'Israël je crois que c'est un petit peu différent ouais il y a des autres cas comme pour, tout peut comprendre prendre les cas de l'Afrique du Sud des le exemples Rwanda. africains or il faut que l'Africain change son paradigme des références idéologiques et même des références
des prix d'exemple. Par exemple, il y a le Nigeria aujourd'hui, un pays de boom économique, et même l'entreprise de la raffinerie d'Aliko Dangote, c'est le plus grand sur le continent. Il y a des exemples excellents, Exactement. d'excellence africaine. Il Parce faut que tu prendre les exemples ne des Africains, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre les Juifs, les massacreurs du peuple palestinien comme exemple, s'il vous plaît. Ah, désolé, vraiment, c'est honteux quoi, de ma part de prononcer le nom d'Israël dans ce live. Pas de Mais je suis souci, désolé, quoi, je ma... retire. Mais il y a le Rwanda. J'aime le Il Rwanda, un y a le pays qui a Rwanda. subi beaucoup, et il y a Voilà, il y a le Russie. Rwanda. Oui. Voilà, c'est un peu ça, il y a le Regardez Rwanda. l'Ouganda aujourd'hui. Hier, L'Ouganda également. l'Ouganda a été attaqué terroristiquement. Mais comme vous savez, l'Ouganda ne veut pas être un colon, donc ça pas être un clone civilisationnel. Donc, être le copie de la civilisation occidentale a refusé le premier pays par loi, qui n'est pas même pas un pays musulman, hein, qui a criminalisé l'homosexualité. Et dans notre pays, vous regardez comme ça. Comment vous regardez? Ça C'est marche mal, légal. ça Et marche en mal. train d'être normalisé dans la vie quotidienne. C'est quelle corruption ça? Allah. C'est quelle régression sociétale ça? Non, mais Même spirituelle. الحلل يعني انا ما يعرفنا الحلل كيف كون بي فير الحلال كيف الحلل سوف فير maintenant c'est vous devriez faire خلونا نجي لكم بالعربي انا تشاد ممكن تشاديه كله يفهموا الشيء اللي قاعد يسووه ده اغل حاجه الاشياء اللي احنا الحاجين فوق دول نحج في انا نحج في اشياء تري جنرال لكن في الاشياء اللي حاجين فيهم دي كل معناتها في ديتاي ما يخص معناتها فرنسي فده انا قاعد وحيد ما نقدر نجيب لكم على انفورماسيون انتوا ذاتا تقدروا تساعدونا قدموا معناتها المعروف اللي عندكم عندنا سبب ده مرض ده يعني شلل لبريمير كلي يعني انت العمود الفقري تعرف شنو عمود فقري ظهرك ده عندك عمود ولا شنو ما تعرفه الكولون فيرتيبرال يعني ده كان مكسور ده لا كولون فيرتبرال كان مكسور ده تقدر تمشي ما تقدر فكروا ان العمله هناك ده في بلد بان العمله هنا دي العمود الفقري لا كولون فيرتبرال كان ما عندك ده انت ما في ما تقدر تمشي رجلينك ما يخدموا نو مي لي ده بروبليم كان اجي انا لقيته تشاتر اول انا شيء بقول في تشاتر تشات انت سبقت اجي في موناي كي اتليزي بار بوكو دي بي كون بي با كومباري اني ندور هنا كومسي الكاميرون ساكن دي كل ندورو كي يسون هاي انت كل ما في اسمع مثلا اقول لك شيء واحد انت كان ما خليت القواعد دي لكم ما طلعوا انت والله ما تقدم في شيء حاجه واحده ما تقدر تسوي لان شنو الفوك لي بابل بو مانيفيستي سا فولونتي بور اتر ترادويت دان اكت دان ان اكت بوليتيك يعني شنو ان يختاروا الشعب مجال اخر بدل معناته الفرنسي فده اول واحد تختار عشان تقدر معناته شنو تستفيد نفسك اقتصاديا البترول ده كان بعته بعملة تانية اليوم معناته شنو في افريقيا كينيا شنو معناته إلهم كريه لا بان افريكان بيمنت اند سيتلمنت سيستم هو معناته شنو بور لي بيما الكترونيك ان الترناتيف وسويفت تعرفوا سويفت انتوا ولا ما تعرفوا نعرفه لا انا ما نعرف سي انا الترناتيف انا سويفت ده معناته السيستم اللي يمكن معناته لتبديل العمله ولا ترسال العملة تعرف الفلوس في اي مكان في العالم قبل كان لهنا امريكا اللي كان وي هي تتحكم فوق قبل قصاتها فوق روسيا ذاتها روسيا وي اخترعت هنا وافريقيا اليوم اخترعت هنا البان افريكان بيمنت اند سيتلمنت سيستم ده انت يمكن الباز معناته اصلا البنوك ما في يا الافريقيه راجل انت الباز ها اصلا الباز انت هسه ما قعدت تهجي دي مانيير ام بي جنرال اصلا انا في تشات حقي ده السيستم بخليك تخير المونيدا سانكي تي اي سو تون ما اندبندونس تقدر تغير لان بموني ما حقك توني نو بابا توني توني دي تيم با لا موني بور لا بوفوار لا شانجي échanger avec sa monnaie là. Tu ne peux pas نو échanger مي avec les Francs CFA parce لي que سيستم tu دابور ne le لي détiens سيستم pas. Ça n'a pas ta propriété. لي Oui, ريجيستر ça t'appartient pas. Non, mais qu'est-ce qui t'appartient au Tchad? Le Tchad ne t'appartient pas. Il faut libérer d'abord le Tchad avant de parler de ces problèmes de monnaie. Qu'est-ce que Voilà, le Tchad a voilà. C'est ça la solution. La solution finale, c'est elle. Oui, exactement. C'est la base, quoi. On a déjà Yani, dit on en doit se 2000. débarrasser en tant que yani, Tchadien, idem fille idem, on doit se débarrasser de la France qui tue Ça, c'est la l'Afrique conclusion. depuis des années. Là. Salam alaikum. Walaikum salam. Alaykoum salam wa On doit se débarrasser de cette putain de rahmatoullah. France. Panafricaniste régine salima. انتو ايدي انا وفكرة انا وقعي ما فهمتو كو أي تفضل خلى اي اشاعات يهاجي في بلاك بيبل جانجوي ده كله خلى يهاجي لنا في بان افريكانيست كو
انتو ما في انتو كلام على العالم ده، انا اونش باش على الشفو ليبر هاي كل بليغا امشي شفو قبل ها فارو هجو اعرفو شنو هجو كوا هسا نورا وتو انا يسين ابري خطا انا فوتو انا مارسيل كان خطيت لي يزال عرفت زي هما نورة ان ترى الناس ان الناس ان الناس انت الناس ده اصبر انا نسالك سلت بلاس يقول قبل ما تسالنيكو هسا نارو مش لا ان لا يجي في بان افريكانيست ده خليه هجو ما تجي تسولو يعني ان تقول له انا انيو دول شنو شنو سيستم اكتيل سيستم اكتيل ما ماشي هادي نعرف كلنا بو اها نعرف من جاي هاجي بان افريكانيست جاي هاجي في افريقيا كله او شوف باش انا انت كو نعرف ده كو انت وهوان وهوان وانت كان هاجي في السيستم ده ما هوان عديل كو دي براسي فرانس مرغو تشاد يا غالي بير يالك يوش بهريه يالي يوش بهريه بعدين مستقبل انا يا غمشي ديال النصارى انا هوان و امشي اسموك انا امشي هو باش انا نقول انت له هاجي كو ما انت تشكو انا عارفه تول كو انا عارفه بيتيت القبالك كو اخونا بلتين بوكسا اخونا بلتين بوكسا اهلا وسهلا بك شكرا لك كلامك جميل. الاخوان يعني حتى مع تيم نورا ما مع افريقيا هو نحن حتى قبل حجينا لكن هو ما من الناس يعني دولاك الجاي يعني شنو يسوي فيهم شكوى يعني كيف ما يقول المورال ما قاعد نشكو فيهم. وحتى لاخونا سيفيل يعني شنو il a dit que j'ai dit la vérité, il a participé, donc il n'y a pas de souci et problème. الكلام قاعد دورو معناته شنو اليوم يكون معناته في وحده نحن البانافريكان دي البانافريكانيزم دي اوجوردي اي لي كونفوندو افيك لي نيغريزم il y a un courant la camite soit dit des négristes qui les préfèrent non noir 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 ok c'est noir c'est beau oui fantastique mais on peut pas être les ennemis les uns contre les autres par raison de notre foi يعني عشان معلش بس فاهم عليك شويه حتى البان افريكانيزم لان الناس لما انت تقول لهم عشان مباكر كان الناس سالوه قال لك بان افريكانيزم ده يعيروك يوم من الايام يعيروك ليه ده يعيروني ليك ده يعني يوم اليوم تشوفه يعني ما مشكله عشان افهمك لان البان افريكانيزم اليوم يعني شنو اللي كونفوندو افيك لي كيميتيزم الكيميتيزم معناه شنو الناس ديانتهم فرعونيه يعني يعبدوا الفكر الكان الفرعوني الكان معناته الكان كان فرعوني لكن في معناتهم فيهم زي كما كيمي سيبادل يقول معناته الناس يحس بنفسه يوسفي نبي الله يوسف يعني شنو في عهد اخناتون يعني في المصريين حتى في من امن فيهم في عهده يعني واحد كان اسمه اخناتون هم يعني شنو بور ريفرنس ايديولوجيك هيستوريك يقول لك معناته احنا نرجع للجذور حتى نحن في قبل قال لك قبل المسيحيه والعبريه وقبل كل شيء كان في توحيد وكلامه صحيح الله يعني شنو الدنيا ما خلقها مع الديانه الاخيره معناته بدت مع ادم ابا الانبياء معناته ابا البشريه ولا اليوم وكلام غلط ما فيه لكن في ناس بيستعملوه بطريقه اخرى لا اخذوا الديانه الغلط دي كي الفرعون يعني شنو العاصي على الله اللي شايف نفسه الهه على الارض والناس دولاك مدعومين ونيوين من الصهاينه دو في خطر هم كلهم افارقه الاثنين وفي البان افريكانيس اللي معناتها اللي بنتموا فيها مسلمين مسيحيين وناس حتى معناتها اللي بحبوا افريقيا بشكل صحيح معناتها بدوروا بتخلصوا معناتها ضد الظلم المفروض عليهم والتعامل معناتها باحترام مع كل البشريه الاخرى والاولويه هو شنو معناتها شعوبهم معناتها زي انا مون بريوريتي سو مون بيي مون بوبل دابور اي ابري سا لافريك اي ابري لافريك لي ريست دو موند سي با موفيز لا سي كوم سا كي مارش لو موند لكن البان افريكانيزم بيقول لك بان افريكانيزم اخرين المتلافين خلق البان افريكانيزم ماشيين بيه معناته هم السم في البان افريكانيزم على حسب ما يشوفهم سوسون لي كيميت لي كيميت كثير منهم معناته هم بيصبوا معناته كلام سم فوق العرب لكن حتى العرب الجهال للاسف الشديد ما مقصرين في المشاركه فاذا نحن اليوم في مادي دي شي نو سوم دان انصوص دونك Il faut trouver les solutions. La solution est dans la sensibilisation. Quelle est la solution? La première solution, c'est marcher ensemble et faire de la sensibilisation publique et populaire. يوم 11 هنا شهر 8 ده هم قال لك يوم هنا انديبندونس انتوا عودوك ليا من يوم قموتوا قال لك سي لي جور دال انديبندونس مي كوم فو فويي جوسكو اجوردي نو سوم ديبندون دال لا فرانس اي il faut que vous demandez à sensibiliser le peuple de sortir en mobilisation dire la France s'il vous plaît امشي برا اهو قول لي ما قضيت كلامك بلتن ده جاي يمكن عنده كلام يدور يوضيها لنا ما فهمنا ايوه معلش خلي يقول شكرا لك تفضل اخونا بلتن معلش تفضل ان فيت لا 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 كلام اخر ما عندي جيت نشكره يعني للاخر جيت نشكره
مشكور اخوي بفكرة مشكور. هو الماتش في اوريجين نشكرك هو هذا نار ما ده يعني في الاول كلامك انت قدمت صحيح كتير بالفكرة. وابويا هو كله اي سامح يصير. لكن شغله يعني دور ده اها هسه انتوا ال انا تعبون ما كتير فيها 15 نارم كو ايوه لكن ندور على 15 نارم لا شغل على السودان على شنو شغل سوي لها تابوتاج يا ناس، سوي لها تابوتاج، سي في جراتويت. ما يعني تيجي تقول لنا مشاكل جنجويد دول عرب دول دول زرقاء دول النوبة ناس خلوهم مشوا بعيد. أكيد دافس انا دافس يعني علينا كلامك. متحير علينا عايشين في سيكل كم ما نعرف عايشين في كم سيكل دي تم سيكل ولا ستم سيكل ما نعرف اكو والله علينا كلامك. ما كل تشادينا ما فينتينكو هسه شغلنا ده. لا عايشين انا كان شايف عايشين مثل في دي ستم ولا دي تم سيكل اكو مويسي سيزم درقل عشان دخلوا اخوانكم للتابول الباجا كلكم تعالوا ابوني فوقها شوفوا ما عمل كلامك اي حاجه لشنو السلام عليكم. واستقرار عندكم بقوس وعليكم مساكن ده السلام ورحمة الله. تعالوا اعرفوا انتوا يعني ان حريه هناكم شنو تعالوا هجوكوا اكزاكتومون. فوالا نادم يلا انا نادم 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 هسه قاعد بتاع تقدر يقول قبيله عن نادم كامل كده ما فيكم ما في انتوا لكن تحولوا بناتكم بلتين ابوظوا اتوحدوا ما قديتها كلامك. كده هناكم كو ناس ورين هسه جورنا ما قاعد قاعد يتمكن هسه السيستم اكتيال لا ما ماشي عادي تعرفوا كلكم يدور يتمكن انت تعجل الكلام عن جنجبيل دول زرقاء دول نوبه دول زول ما حاجه انا في عامل انا في خلاص كمان سما ده بلتي وريت الدسو زول زرعوا حاجه ما فتنه فيكم انت ما زرعوا عجبتوا فتنه. كلامكم انت ما عجبتوا لكن الناس قاعد جمعه تعرفوا كلامكم انتوا الناس جاي يحجوا ايوه ما دول صح انا الناس جاي جبتهم. يهدوا. بلتين انا قبل ما هنا جيت ده في كمان سما ده قلت لي يا اخواني ده قلت لهم شنو هم هسه السيستم ده هو الى سانتيكي فوالا بكلام عرب نورو علمي حقا جاي يكمل ودونك فتنه ده هنا هناك ده يدور يجيبوه هنا. لكن المشكله حتى في ارض الواقع ده يا جماعه خلينا نكون ناس رياليست في ارض الواقع ده الشعب ده جاي ايش حتى ولو مشاكل لو يكون مشاكل قبليه لكن ما خلاص مشاكل مثلا زخاوة سوما ما نفر وايد يكون توربورو ولا عرب سوما قبيله وايد يكون جنجويد. لا يا جماعه ما مثل لنين عندنا مشاكل قبليه ده قبل ما جنجويد يتاسس عرب ده هم جنجويد ده ما يتاسس اوريدي ميل تروا تمام. العرب ده هم جو في افريد ده ولا جو في منطقه دي ميل تروا ما هسه زمان تمام. خلينا نكون رياليست شغل الجاي الجديد ده ما نخليه ديفلوبي يا جماعه كونوا واعيين اللي شغل ده اوكي يودوا بلدنا ده نبنوا. اوكي خلوا مننا يا جماعه خلاص خلاص الكلام ده نمشي اي قدام. كلام ده تعالوا كلكم ابو بان افريكانيست بان قلت افريكانيست بفضل كان كلامك بيجيكوا كلام ده هوان نو انا ما بس نتهجكم كو تعالوا خلينا تابو نمشي عشان قدام. عشان اخينا تعالوا تابو قول قاعد في اوروبا كو انا كلنا قاعدين اوروبا لكن نعرفوا كو اوروبا ده انا عايشين ان كل الناس اجانب كو بكيت وناس عايشين كيف ناس القبليات الفيون مثلا انا وايت تلقى جميل انا شنو جاي من وين اللي ما تعرفه كو انتوا يا هسه قاعدين يا هسه قاعدين في لونكم نو خلينا علينا ناس حاليا دعني ناس قاعدين علينا والله يا بلتين انا كلنا هم بلادي دي براسي دي براسي دي براسي كو بلتين حجي زي كما شفتوا اي لاعب يقول حجي زي كو ما تقولوا ده بس زي كلامك انت تقول حجي زي بس كان بكر مشيت ده حجي زي وانا لا لا من اول ما عشان انا كان ناجي زي ما عشان انا ما يعرفني خلي الناس يعرفوني انا كان ناجي زي بس كو انا ده بس اخر اخوي الله ينكر الحق الله ينكر اخو ميرسي يا اخو في النهايه كلنا اون ايد تشادين اي كلنا تشادين انا كل شيء انت هسه قال لي كان ناجي ده. شكرا اخواننا شكرا لكم خلونا نعطوا مجال حتى لاخواننا اللي جو معانا محمد مصطفى تشات تفضل اخونا. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله اخوي مصطفى حياك الله. ما ممكن ما والله سمعت الحوار؟ والله ما سمعت لكن شنو انا فتنة هسا بين السودان وفرنجير تشاد والناس يحج ده فتنة ده زول اللي يجيب ده بابوري بابوري هسا فتنة جاء من السودان تاني يجيبه في تشاد فهمت كيف؟ بقول ده زول فتنة خلي منك يا ده ده نادم بلا مستوى انسان ده انسان ده نادم بلا مستوى. مرة لقيته في بنية قاعد يناقش في بنية في لايف بنية صغيرة ممكن تيجي حتى بنت ما تيجي خلوا منك هسه يا جماعة جي في انا نهدر نو خلي يجي في بيت انا بدا احنا عارفين هو يعني انا عارفه يعني من هو اللي جاء صاب فوق النار لانه هو شنو مفتن ده الانسان معناته كيما يقولوا
حتى في حديث جميل جدا عن قصة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم والله الله مع ما شاء الله. الدجال. والحكى الراوي القصة دي في فيديو عند الدكتور طارق السويدان، داعي ونادم الدكتور مدرب، اكزاكتلي راى معناتها روى عن الدجال وقال لك هو معناته كبر وترعرع في المدينة وبعد ذاك مرق من المدينة. فالناس دول فانتبهوا لهم جدا. فالدجال يعني شنو؟ فليس معناته الإنسان معناته من برا بيجي، والله يعني بيجي من، لا ليس خيال. والشياطين معناته الله قال لك معناته أعوذ بالله معناته من الجن والإنس، معناته من وسوسة الجن والإنس، معناته فيهم شياطين الاثنين. فالناس دول انتبهوا، يعني نحن وين الطريق اللي ماشيين فيه؟ أوكي، ما تعطوهم الفرصة، ما تعطوهم الفرصة عشان يعني شنو أنتم تستعملوا يتطوروا. أي أيوة في المكان ده اليوم. نحن أي مكان تمرقوا فيه كيف ما قال أخونا بكري، حاجة يعني خلوا موقفكم واضح. بور لي تشاد، بور لي تشاديان، بار لي تشاديان. كان مشيتوا عن السودان، أوكي نحبكم معاكم، نحن ما تك... يعني ما توصلنا. أنا بضرب لكم مثل، النام ده كان قاعد في بير، واقع في بير داخل، وأنت قاعد فوق منه، والنام اللي في بير ده قاعد بعير فيك ده، هل أنت تزعل؟ وقال لك أنا والله ده وندقك ده، أنت كيف هل تصدق؟ كيف يعني هو تندقك؟ وهو قاعد في بير. ما يقدر انت كلام كنت زعل من صحيح معيارة يعني. ده، ما انت بس انسان ناقص عقل، ولا هو انسان معناته شاطر، انت ما ناقص، صح. انت ناقص. صح. دونك يعني اليوم ان احنا قاعدين نعرف السودانيين ده، يعني ده اللي صاير، هم قاعدين في نير في بيرو، يعني باير ولا ما باير، يعني هم قالوا دقوكم سوريكم، ده كلام ساكت، صح. اكزاكتلي كلام ساكت. كلام ساكت. خلوا مننا الحين يا جماعه، ولا نحجوا بالقبيله، وهسه بكون ذاته ما ايوه انتو امبورتانس. خلينا نمشي قدام، كلامك ده والله مفيد مره واحده. ايوه هسه ساعدونا كيف انينا كيف نسو يعني نتحدوا ونغيروا بلدنا دي، نبقوا زي مالي ان شاء الله انا بدور ونمشي لكم قدام. الشيء، معناه ده الكلام ده بيجي ونهار تمرقوا تحجكوا. خلوا صوت تيماتيك، معناته شنو؟ تيك توك ده انتو كان اليوم استعملتوه غنم هم جدا في المستقبل، تقدر معناته غنوات اليوم من هني. في لا سنتين سنتين فاتت كتبت فوق ارتيكل، ما بدري ليه وين الارتيكل ده اليوم. من هنا قدام تيك توك ده بتقدم ماشي حالة معناته شنو؟ اند ديفلوبمون ماشي كي اوكي، بيمشي حاجة 10 سنين بوقف زي اليوم، معناتها ان نيفو دي ستاسيوناريتي، زي انا معناتها فيسبوك انستغرام دول واقفين ما ماشيين قدام، واقفين. وتيك توك معناتها كان جيت لها عند 10 ايام ده تمشي معناتها 30,000. لانه ان او ديفلوبمون، اذا انتم قدرتوا استعملتوها مساجكم ده كابوتيه تحسن فوق الناس الكريم. تسمع صوتك فيها؟ قطع، صوتك كويس، قاعد نسمع الآن، تسمع فيه زين؟ كويس كويس. ايوه تفضل واصل. دونك انتم تقدروا تستفيدوا منه، يعني بالفعل يعني تقدروا تغيروا فوق المجتمع. اذا معناته انتم تجتمعوا من مثلا يوم من الايام تجتمعوا تقول يا ناس اليوم نحجوا كيف ندوروا، معناته الطريقه وطنيه، معناك اندجين، ما معنى اندجين؟ داخليه، معناته ميد ان تشاد، لا تشاديانيتي. دونك ان جور فو بريني ا ديفلوبي à familiariser avec la thématique de la tchadianité. Quel signifie être tchadien? Et quel signifie la tchadianité? Le tchad, tchadien et la tchadianité. Trois choses. Il y a trois états de la nationalité. Il faut comprendre que... لازم نتعلم ما بين بعضنا، ما معنى هو ان تكون معناته مواطن لبلدنا. يعني في اشياء قليله توري للناس، بخليهم هم بس بقوموا بس ترى. انت توريهم هم بقوموا بسووا. اليوم معناته نحن قاعدين من اكثر اقل من سنه قاعدين نحجوا هنا فرنسا فذا مش كان اليوم مكان مشيت فيه ما بحجوا فيه ما في ان مكي ميجو ريفيتش، يعني اي مكان تمشي على اليوم الغنوات نيتشات بقول لك فرنسا فا لا فرانس. اليوم بتجرى قاعدين بيقولوا كلام بتغير يا ناس، اذا نحن سوا والله بتغير. أكيد إن شاء الله. انا داير منكم يعني اي مكان تمشوا منه ما تنسونا بالرساله دي. نحن اليوم ما اليوم في الريزيوس يشهد الكلام خطب كل انسان، حتى اخوانكم وانتم تعرفوا بعض كل واحد جاي بنيه. فلذا انا بقول يا ريت ان كليتكم الاوليه انتم تذكروا انه عندكم بلد لازم انتم تحافظوا فوقها، وعندكم المسؤوليه، خاصه انتم اللي عندك الارقام في عالم معناتها العهد الرقمي، وين الشهره رقميه، وين المال الرقمي، ها
وين المكانة بين الرقم هنا المتابعين؟ وين الاحترام يبنى معناته برقم هنا معناته الفولور؟ حافظوا على معناته شيء للمجال ده وخلوا عطوه قيمة، عطوه قيمة، افهم معناته قيمته وعطوه قيمة. أكيد واجب. تمام. كلامك ده كله والله في مكانه يا جماعة، أنا كيف أسأل خلي كلنا نتحد ونجوا في مكانك، زي هسه بيلتين بخص وبقول ده بخصه ده بقول يعني نجو خليني فاميلياري زي ما الافريكانيتي ده ونبدو في اللي حقنا نشانجي شغل بهلنا يعني نسوي شغل بهلنا، لكن أنا الناس جن يا جماعة جن ما إيب نجو إيب نبدو نتعاير في قبائل إيب سبحان والله الله يا جماعة، الناس جن جنراسيون جديد والله. وناس قاعدين في عالم شباب ثقافي وهنا شباب، عليكم السلام يا حسين، تفضل. والله القضية دي اسمع، أنا حسب فهمي أنا قاعد بشوف هذا. بالنسبة للتيك توك، في التيك توك اجتماع في التيك توك ده نهائيا حلل كما عنده. قول لي ليش؟ لأنه الناس اللي بيسبوا في التيك توك وبيسببوا في القبائل دول كل ناس قرع، دول الناس كل ناس عن الفابت، دول كلهم قاعدين برا وبيزاربوا كلها، وبعض من الناس ده أكترهم 90% قاعدين برا، يعني ما في البلد من ذاته البلد. أصلا. ايوه صح. ويلا تعالى أقول لك شنو نورمالي، ما يا لا قاعدين مثلا في بالحلة داخل مثلا في بشي ولا مندو ولا نجمينا ولا سار، من الناس شيك، الناس قاعدين في البهيلة، ناس مثقفين شيء ده، لا ناس مش دول ده يردوا لهم بكلام هدوء. هم تاني الداخل برجعوا للبرة، دول تنام تجيب عن الفابيت شيء ما يعرفوا، قول مين ماشي بس هي قبيلتي قبيلتي انا. لكن سياسة حق الدولة دي ماشية كيف؟ ماشية بتخرب كيف؟ ده ما عنده اي عيب. بعدين يلا وداك انت كيف تحاول تفهمه؟ كان بالطريقة دي شوية وشوية شوية إن شاء الله ممكن تجي الصلح وتجي الناس كلها تتفاتح. ومن ذاك زمن المشاكل الوضع عن برا وشنو، وفي كوريدا، أنا هنا في الجزائر والله في كوريدا غادي وعبت هنا في الجزائر، هنا في الجزائر والله في الجزائر هنا ما تقدر تقول أنا تشادي، بسبب لأنه شنو؟ بسبب المشاكل القبلية، ويقولوا تشادين تاكلوا بيناتهم ويقاتلوا بيناتهم، هادو وما يحشم وهذا ما هم ناس. المهم الجزائريين بعضهم يعني بيتكلموا بسبب المشاكل القبليه، بكره التشادين. لما تقول تشادي في الجزائر والله طول يرنفلوك الرنفوليه اللي تتخبلك تمام. يعني باسم دوله، وبالاخص في ناس كثيره بتقول نحن سودانيين سودانيين تمشي عادي، لكن لما تقول تشادي على طول حتى الحكومة، خلي الشعب ده ما لغتهم بك، لكن المشكلة كبيرة في الحكومة اللي هي الزبي بيطيح لك، قال لك كلام شين، انتم تتآكلوا بيناتكم وتتقاتلوا بيناتكم، جايين تخربتوا بلادكم، جايين تخربوا لنا الجزائر، هذه الجزائر ما تنخرب، وقوق بيقولوا كلام كثير. يلا المجتمع ده ربي يسهل، لكن شنو اتمنى من الشباب اللي قاعدين شيء كيف نجمعنا داخل واللي قاعدين برا ده، نادم شافوه قاعد في تيك توك بليف وقير في القبائل وبليف في وده كده وده، ده اصلا ما يجعله كامل جبس، وكان واحد داير بيجعله خليه يجعله بهدوء يا اخوي ما كذا 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 كذا، المهم يفهم في التيك توك بس، ويقول لك اللي قاه مره مرتين تاني والله ما يزيدها، يخجل من نفسه. انا بتمنى كده اخوي. كلامك جميل ما شاء الله. شكرا لكم يا اخوان ولمشاركتكم. كيف ما يقولوا لنا بالمثل العربي، بيقول لك في مثلين، بيقول لكم في قال لك المثل، بيقول لك المعيار زي سم الدبيب، اذا كنت ضعيف بينتشر في الجسم بسرعه. وفي واحد ثاني بيقول لك معناتها حالات كثره الكلام حالات قرايه، حالات كثره الكلام حالات قرايه. دونك الاشياء اللي قلناها ما دام كنا نحن قلنا صحيح، انا الفيديو ده انا بنزله وبحاول بنشره ويوصل للاكثر ناس ممكن، وانا اختصر انشر فوق الفيسبوك، لان شنو الفيسبوك الناس متعودين فوق اكثر، وانشر فوق البروفايل الاخر، لان شنو انا كان سكرت يعني ده كان سكره لي، ما اقدر يعني الليفر دايما ما تقدر توصل لي بسهوله كي، لان ايوه الغادي ما عندي الفرصه، عشان حتى احط حتى الرابط هنا هنا الكتاب، وريت انا زاد باخذ فيه دور نفتح الاخر، لكن الكلام اللي قلناه ده ما نخلوه هنا. وانتوا المرة الثانية كان شفت حجوته خاصة لما مسوي في اللايف ده، بعدين امشوا شوفوا اللايف، شوفوا القطعات من المواقع المهمة، الناس اللي قالت كلام
مهم ما بين الكلام العجة والضجة اللي صارت دي قدموا للناس ده استراتيجي ممكن عشان معناته الناس تفهم من كل الشباب الشيء اللي يفكره. قدموا الشيء اللي بيقولوه للشباب دول في اللايفات دول قدموه ما مفيد، قدموه ما مفيد، وعوا فوق وانتهبوا وسووا معناتها فوكس. اخذوا موضوع مثلا انا تو حاليا قبل اقول ما فاهمين ما فاهمين، من بدايه فهمت اقول لكم السنه دي خدينا معناتها نضال جديد. وحتى هنا الموضوع انا فرنسا برا شات حره ده هو كان شعار فقط فاضي، اخذنا بنينا ودونا ريستركتوراسيون دونك ريبانسي ري اكريف لي زوبجيكتيف ريال. وكل يوم ماشي تلقوه موجودين، لازم يكون قدام الناس وعي واضح. اليوم ما شاء الله يمشي قدام، لكن اذا انتم قمتوا بسرعه بيبقى بسرعه 10 5 معناته انتم الناس عندكم 40 50 60 الف متابعين دول 10 بس قمتوا. واليوم اليوم انا طلع ما في غناء ما عارفه شنو كان سماه افريكا ريفولوشن لا شين تلفزيون دي تي في 7 جي سي با سي في فولي كونوسي Oui, moi je le connais, cette chaîne. Ils nous ont accueillis comme c'est un de la famille. C'était extraordinaire. Exactement. C'était extraordinaire. Chez les Tchadiens, quand on vient, nous sommes désistés. Parfois, ils ne nous prennent pas. Et parfois, ils ne nous donnent pas la parole. C'est quoi ça? C'est ça, quelle petitesse d'esprit ça? Le canal de moi, il y a des gens qui ont été en train de se quand tu que vous êtes dur, vous devriez être dur avec tout dans la justice, hein? Être correctement, hein? Impartial. Rien. Je suis venu avec toi, je suis avec la justice. Dans le calam d'or, mon balad. La gan, ah, d'awal, à mien, ma gder, ma gula, calam, mahalou, ma gder, ma nata, nakha, nakha, jere, gdam, nas. El mujamala, j'y vais, Allah, gad, de tout le pays, de dakhana, ki. Mujamala, d'être bêti, bêtek, akhouya, akhouk, baga, bêtek, bêtek, mafi. La gan, d'awal, yu, ma nata, shay, bidou, bsop, fuga, benzin. Bsop, fuga, benzin. Ma tansu. D'o, shay, bidou, bsop, fuga, benzin. Felidana, bagul, yu, ma nata, shenu, khali, narja, ulina. خلينا نشوف اولوياتنا شنو. انتوا دو مثلا اسالوا نفسكم دايرين تشوفوا شنو من اليوم التسدي ده قبل ما ينتهي ده، دايرين تشوفوا شنو في بلدكم ده يتغير. انا شيء اللي بدوره فيكم ان نغيره معناته قبل كل شيء، معنى هذا اليوم هنا معناته 11 في شهر اغسطس نغيره. il faut qu'on change seulement le paradigme. Le peuple va se réveiller seul. On change le paradigme, les clés paradigme. يوم معناته 11 اغسطس ده يقول لك لا فيت دي الانديبندنس. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dépendants. Donc, les Tchadiens, on veut être souverain. On veut que tous les gens soient, on veut que tous les gens soient, Franck CFA, sensibilisation pour la Franck CFA, les gens qui ont été en train de se faire, et les gens qui ont été en train de se faire, et les gens qui ont été en train de se commémoration, pour honorer ceux qui ont tombé, ont donné le sang pour ce pays. Nos ancêtres et nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Quand le calendrier de ma tête est gamine, ou aïe, n'est-ce pas? Il te l'aime, mon nas. Il y a gairo. Wallah, ma tête est virus, il y a eu sol. On a ce que l'a. Là, on a des faux cruzés. Zem, pour qu'il ne fasse au raïs, hang, on gagne, ma tête est le. Et chaque fin novembre, ou le fin décembre, ou fête à l'indépendance, hang, on gagne. On ne veut pas fêter parce que nous ne sommes pas toujours acquis notre indépendance. Yani, il est à refuser, hein? Les jours d'indépendance de Burkina Faso. Ils sont une lutte armée pour la souveraineté. Là, le chef va être, il faut parler clairement. Il y a des calames qui sont sahalou. Il y a des calames qui sont philosophiques, mathématiques, la savance savérie, là, c'est beaucoup. Il faut faire les choses simples. C'est une vidéo qui est en train de الصفحة الثانية وأنا فرانك سيفا. شوفوا اكتبوا عبد الكريم استهلك كيف ما اسمي كان قبل مكتوب وشوفوا شوفوا الفيديو هنا فرانك سيفا. سيفيل اسكيزيما سيفيل انت كما في كومنتر تقولوا فاسكي لا عين اكسان ولا شنو دلا نو 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 هو جاي حجي قال نادم ده انت جيت بكان نادم يحجي لانجا انا مليار خلاص انا اقول لي انا كم ليك انت كتب لك انا اقول لي واي نعلم دقي اكسبيرمنت عديل خلاص ورا ورتل سلمى كلا ان دي فو الى ان اكسا ترو
ترو عرب كو، لكن ده ما اي شيء، ده ساجن با انا ما اريد اقول اي شيء. Mon français n'est un point virgule. Mon français, je l'étudie en Italie. Je me suis de parle, je parle parce que pour auto maîtrise, parce que j'ai commencé à parler parce que j'ai besoin de communiquer avec les autres. De base, je communique avec un italien et un français et un espagnol, et un anglais et un espagnol, pas un français. Donc voilà, c'est ça. Moi, ben, voilà, juste que je parle français là. Donc, ce n'est pas mal pour moi. Je suis content. Oui, moi, j'ai dit ça, ce n'est pas pour t'humilier ou bien quelque chose de comme ça. Non, je sais, mais je voudrais frapper la langue de Molière. Je ne suis pas ici pour éloger ni honorer la langue de Molière. Je me suis éduqué pour les traumatiser, parce qu'ils nous ont traumatisés. Historiquement, militairement et maintenant économiquement, nous méprisent. Non. Avec la langue de Molière, on aime Molière, il a été intelligent, il est fantastique, mais le temps de Molière était mieux, le temps de Tchadien, le temps de Amoboa, le temps de Hadjito, de la littérature tchadienne est arrivé. Et pour que nous avons nos propres héros, notre propre science, référence historique, des personnages historiques, je ne sais pas, on commence à créer. Vous savez, un pays, un État, c'est un théâtre. Monter avec ses héros, avec ses systèmes économiques, avec tout un théâtre monté. C'est quand on étudie à la faculté des sciences politiques, ils nous enseignent que l'université, c'est l'univers dans la cité. C'est quoi la cité? C'est la ville. Et dans cette ville-là, il y a un système dans lequel un micro-univers qu'on marche le monde. Et je vous jure qu'il nous regarde comme un jeu. Donc, il faut jouer. Il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. En priorisant notre unité, notre souveraineté, la priorité absolue des peuples tchadiens sur ses ressources. Or, diamant, pétrole, uranium, de tout du bien qu'il y a sur la terre des hommes. Hein? داك من لومبو فوق التاليان سوا هاي دوريك شنو عشان انتو تاخدوا معنا تاع ان بويسون 5 مالي ديزا لي مالي اوجودو اي ديزا لي مالي مالي ديزا دوماج سي ان باريتي دي ايكيتي با ايغال لا فرانس ان ايغال سي ديفان لي لوا ليكيتي جي سوي ايغال ا توا دان لا تور اي بار لا فورس اوجودوي مالي بار لا فورس ايغال لا فرانس. Il n'a pas les nucléaires. Mais la France doit penser 2-3 fois pour attaquer les Malais aujourd'hui. Vous le voyez? C'est la réalité tangible sur la terre des hommes. Et hier, nous étions là pour dire que nous aidons les Maliens pour se libérer contre le terrorisme. Tchadien. Matan, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens qui sont barrés. Nous sommes tous les gens qui sont barrés. مايل بن بارد ده جيب لنا كلام بارد يبرد لنا اللايف خلاص نمشي كلنا كان ما لقى حجه ده اخونا الاخير يا طول ما حجه ده حسين والله خلاص نمشي كلنا كان ما لقى حجه ده اخونا الاخير يا طول ما حجه ده حسين مصطفى الجاي انا ده شكرا على اخواني ميرسي بوكو مصطفى ديسا ميوت مصطفى ديسا ميوت ايوه سمعت كتير عندك وكتير انك دمرك ده بس جيش خش خش Merci beaucoup, cher panafricain. Donc, je suis fier de ton combat et je me sens bien. Français, là, vous m'avez fait trop, vous m'avez fait français. Ah, d'accord. Malèche. D'accord. Et à l'ougoul, Anna Mourta, mille fois, Jurgen Netabi, ou Marad Nishari, ou Lakina, ça a fait un achir, le guide Nadim, Gabi Kalim Fimodo, ou Indelena Faïde Koulina. والحمد لله استفدنا وخلينا واصلوا زي ده وساسي ان كومبانا بقول يعني قضيه حقنا هسه قبل حجي فوق ده القضيه اللي علينا المفروض يوحدنا ونمشي لقدام. القبليه ما بتودينا وما بتاكلنا وما بتشربنا وخليني اشوفوا الكيسيون هسه على السوفرينيتي حقنا ده امديزا زول ده قال لك يعني مالي هسه كان قاعد يشوفوها دم سولم ترين سولم قطارات قاعد بروحوا ناس قاعدين سو الكتريسيتي اليوم عندنا
المويه يعني ساكوت 2000 فران يعني تشرب علمي ساكت في عبشة ما في دونك سيسال القضيه خليتك وطنيه ونفتش السوفرينيتي حقنا وخلينا ننتهوا من الشغالات بدمان حجوزات بقبليه ولا بإريق ولا بياتو ايوه خليني نتبوا ذاك وي سيبوبلي خلينا خلوها جده وياتو تفضل سيفي لي كلمي يكلم و اون فا كونكلير كوم سا. وي جي ني با بوكو ادير المهم الاندي ده كله يعني تابي لي اخونا تيم بس يعني لازم نكون ناس اتنشوني من اشكال واحدين يمرقوا ويدسوا لنا الديفيزيون والله اقسم بالدنيا في ارض الواقع ده يا جماعه عايشين ومتمكنين وما شاء الله الحمد لله بحتى الظلم هسه قاعد ده كله الشعب التشادي ده عايش بالظلم ده وسوا عايشين سوا انا في صحباني وعدين من قبائل اخرى ناكل بيتهم ننادي انا ما تانتين وينادوا امي تانتين وعايشين مثل ده في الهلال لكن ما عندنا مشاكل هسه كي حصل دول وهسه كلها قاعدين رفقان الي دانز ان اوتر بيي ما سوي دي دانز ان اوتر بيي وما شاء الله وني دي زامي جوسكا لا وحياتنا ما نفترق يعني ما كلامات هسه يجوا ورا دي يفرقونا دونك كلنا يعني شعب انا شاد كلنا انا دي زامي كوم سا عندنا رفقان ويكونسيديرو ما مثل الاخوان دونك نفكر يعني خلي اب كل سنه من رفقاننا يوم نهجوا في خبيل انا وهم كل مثل ده كذلك والخبايا الخبليه دي كانوا مرقوه مننا في الاخير نحن تشادين كون نتوحد ونبنوا بلدنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا غالي وكيل بوف توت لا جينيراسيون شكرا ليك كلام جدا وان شاء الله انا ذات مشغول جدا يا اخوان كان عمرك والله عارف مشت يعني مشاكل تشادين داخلين بعد ده ما عندي الوقت انا تيك توك ده والله كان وجهي يجي لي وجع راس طب لكن الكلام نقوله سوا ده انا بعدين الكلام ده اشهر في صفحه اسمها عبد الكريم السهلي منها منها قطعه في التيك توك عبد الكريم السهلي في التيك توك والاخرى في فيسبوك لان دي الصفحه دي بقول لكم كان قاعد اناقش فيها كثير يعني يذكروا لي عبد الكريم منو؟ عبد الكريم السهلي ده اكتب لكم معناته في الكومنتات ايوه اكتبه